هذه الأشغال. الشاطئ سيدي سالم بالتحديد مكان المحاذي، الهوتيل المتعارف عليه هوتيل ريزيدانس. شنيا بالضبط باش يعملوا ما نعرفوش، مي هانا نشوفو نورمالمون الأشغال بدات باش تكمل قبل الصيف ولا ما تكملش ما نعرفوش. توا الأشغال كيما نشوف تغطلت بالأمطار، كيما نشوفو لهنا القلت هذا النزل، مش عارفين بالضبط باش يعملوا. أما نورمالمون يبدلوا في الأنابيب زيغويات قديمة يمكن من عهد فرنسا. نشوفوا سمك الأنابيب كالعادة، وأنا مستنسيه فرنسا خلات أنابيب الديامتر متاعها متر ومتر ونص وزوز متر، وملي خرجت هي واحنا باش نضغطوا على المصاريف باش ما نقولش حاجة أخرى، ولا الديامتر نتاع الزيكويت ما يفوتش فرش 30 سنتي. ها هذا يا سيدي شوفوا السمك، هذه حاجة مهمة برشا. شوفوا السمك نتاع الطبقة نتاع القطران نتاع القدران نتاع مش القطران نتاع الزفت بلغتنا احنا العرب. فهمتوا علاش تصير انهيارات في تونس؟ شوفوا قداش من الكوش، شوفوا الكوش الاولاني الكحلة تحتها ماران وتحتها واحد وتحت حجر، هذا يتسمى على الاقل مخدوم شوية مليح خاطر تحته الحجر الباقي كل يحط عطر الواحد على التراب والطين. اما هذا مش كافي هاكا كيفاش، شو الاخر رمل تحته تراب تحته رمل تحته تراب، معناتها بسهولة ينهار. هذه الماكينات توقف على الشغل، يبارك لك عايش خويا، هاك صححت لنا المعلومة. هاي سيدي طلعت مش زيكويات الحكاية، طلعت لي فيبر اوبتيك تاع شركة من شركات الهاتف الجوال الخاص. هذه ثنية تخوف، أما باش نحاول نتعدى منها. بسم الله سلامات، خاطر كيما وريتكم كيفاش الطبقات تخوف وقاعدة تنهار. كان سمعتوا قبيلك بشوية بشوية طرف التراب وطرف الواحد قاعدة ينهار. هاي سيدي طلعت ماهيش تغيير للأنابيب، طلعت الألياف البصرية يظهر لي باش تتعدى على البحر تاع شركة من شركات الهاتف الجوال. هانا فهمنا معلومة وصححناها بالوقت كما صحلنا العامل في الشانتي هذا. ما هيش حكاية أنابيب، طلعت حكاية أو لهنا بداو يردموا، معناتها نورمالمون الأشغال قريب تكمل. أما أغزر كيفاش الغطسة، أوه ها باش نوريكم الردم بالرمل. ها نتمرمدنا الردم بالرمل، وليت بناء على الرمل في ساعة ما يرخ. نورمالمون حجر ثلاثة ولا أربع طبقات حجر. هذه إحدى المشاريع نحكيو عليها، تو كل مرة في ولاية وفي مدينة نشوفوا أشغال نحاولوا نعرفوا الأشغال شنية، ومدى مطابقتها للمواصفات ومدى فايدتها على المجموعة الوطنية. إن شاء الله ربي يعيننا ويعينكم على إنارة الرأي العام. هذا المجهود كل واحد يعمل مجهود على قد إمكانياته، وهذه إمكانياتنا.
أوريكم العمق متاع الحفر، حاولوا أوريكم العمق متاع الحفر، استغلوا نوريكم فرصة، نستغلوا الفرصة نوريكم شاطئ سيدي سالم مدينة منزلت. إن شاء الله تكون المعلومات اللي مديناكم بها فادتكم. نقعد شوية مع الجمال، جمال الطبيعة متاع شواطئ مدينة منزلت. هاكا فيديو فيه 3 و4 أهداف، شوية توعية، شوية سياحة، شوية تعرف بلادك. إن شاء الله يكون فيديو مفيد. نشوفوا اليوم الطقس مغيم في منزلت، هذه الوحدة الفندقية اللي بجانبها الأشغال اللي كنت أقول لكم عليها قبيلك. لا يفهم وحدات فندقية في مدينة بنزرت. مدينة بنزرت باش نعطيكم فكرة، أنا درت تونس كاملة. مدينة بنزرت بصفة خاصة فيها تنوع المناخ السياحي، فيها الجبل، فيها البحر، فيها وحدات فندقية، صحيح مش برشا لكن في المستوى، لكن محرومة من الاستثمار السياحي لأسباب يقولوا سياسية، مما أضر بالعائدات. خاطر على حسب ما نتذكر فما شوية في الوطن القبلي وشوية في جندوبة وشوية في بنزرت، كي تلقى المناخ البحري والجبلي مع بعضهم، الباقي الكل يا عنده بحري يا عنده جبلي يا عنده صحراوي. دونك بنزرت تتسمى من المدن المحرومة من العائدات تاع الاستثمارات السياحية. هذاك علاش يلزمها وقفة إعادة تغيير وضعها على الخريطة السياحية لتونس.